آخر كم سنة صلت الإعلام الضوء بلبنان على فساد الأكل بما فيها اللحم الفاسدي. وقتها تدخلت وزارة الصحة وفردت لجان خاصة لمعاينة المخازن والمستودعات يلي بيّن إنه العديد منها ما بيستوفي الشروط، وتسكرت بالشمع الأحمر. ولكن من هالمستودعات يلي ما قدرت سلطة الدولة إنها تحط إيدها عليها رغم كل المساوئ هو مستودع المدعو نزار عبود. أنا كان عندي شكوك بهيد اللحمة فبعثت منها عينات على المختبر، وكرمال هيك نحن طلبنا من نزار إنه يبدل لنا اللحم البلدي بلحم برازيلي. الفحوصات من المختبر بينت لحمة ما بسوى. أستاذ رياض، من بعد ما توقف نزار عبود شو صار بالمستودع؟ اللي صار إنه اتصل فيه جهاد قال بده يسلمني آخر وثقة. للحقيقة أنا شكيت باللحمة. ليه شكيت فيه؟ بكل بساطة نزار كان له أسبوع بالحبس، بهالفترة ما حدا طلع على المستودع ولا قبلت خدمه. قد ما ردد لجهاد إنه اللحمة كتير منيحة وإنه هو شخصياً عم بيطلع عليها، بعدين هذه كانت آخر وثقة حسب الكونترا، فقلت لحالي أكيد نحن عم نتسرسب أكتر من اللزوم. هيدي الإفادة زورها نزار عبود وعلقها على باب المستودع على أنها مختومة من وزارة الصحة. بالمقابل قدرنا نحصل على تقرير أصلي من ملفات الوزارة ببين أنه نتائج الكشف سلبية للمستودع. أما تقرير مطاعم جابر السلطان وتقرير الطبيب البيطري والمختبر للحم البلدية يلي بعود مصدرها لمزرعة موكلة جابر السلطان فكلها موافية للشروط. بالإضافة إلى ذلك تم توقيف نزار عبود بتاريخ 14/3 ومن ثم الإفراج عنه بعد أسبوع. خلال هالأسبوع المستودع ما كان فيه حدا، ضلت الكهرباء مقطوعة عنه لمدة أسبوع وبعدها لحد اليوم. بتاريخ 14/3 قطعت خط المطار وما عاد رديته لحد اليوم. ليه؟ لأنه اللقط كان صاروا شهرين مش دافع لي. يعني كم ساعة بالنهار كانت عم تنقطع الكهرباء على المستودع؟ 16 ساعة تقريبا. 16 ساعة ريس كانت عم تنقطع الكهرباء، طيلة فترة توقيف نزار، يعني مدة أسبوع. ريس، كل الأوراق والمستندات موجودة بين إيدين محكمتكم الكريمة وكلها بتوضح إنه هالمستودع هو واجهة لتجارة من نوع تاني. بعته لملحم يجيب لي الحبوب، بس ما كنت بعرف إنه مدمن ممكن يشتري مخدرات من عند نزار. وهل كنت بتعرفي إنه البضاعة اللي عم بتفوت على المستودع اللي إلك حصة فيه هي بضاعة مهربة؟ نعم بعرف، بس ما بعرف إنه فيها مخدرات، ولحديت هاللحظة ما بعرف شو فيها. شكراً رئيس، ما بقى عندي أسئلة. شكراً غيدة. رئيس، هيدا السي دي فيه تسجيلات ورسائل قدرنا نسحبها من تليفون السيدة راغدة، بتأكد إنه نزار كان وما زال بيهرب وبيتاجر بالممنوعات، وإنه كل هالتجارة باللحمة ما هي إلا واجهة لعمل مافيا فقط لا غير.